خلي بيدك يعني أنا كخريج صار لي بهالسنة 17 سنة خريج، كل ما نقدم معاملات لو اكو تعيين واكو فد معاش وحياة كريمة على مال ما نطالعين. يعني هاي فترة دمرنا تعبنا بالعراق، يعني هسه عندي أصدقاء طلعوا واني يقول تعال شوف الحياة هناك، بالرغم يعني طلعوا المناطق يعني ما بيها فد اقتصاد قوي، يقول فد أمان فد شغل فد ايش، عجب احنا بلد النفط هيك يصير بينا والله ما أدري، يعني استغرب أنا مستغرب صراحة. هوي سفر كني أم جنجب بليشاو شاو أم ولاد بجي يلي براسي لم لا تهج أم نو أمانة جنية هيج زمان يجني ك إنسان بتوان بجي خوي دابين كا ومن شخصي خوام أجر هم أذكر إمكانهم هوي أمادم ولاد بجي بيعلم سفر كمنش أجا دارن بدواي كوتني مصلة عراق بينايا قناغة شي تازة قناغة شي برلك يشمك يشمو جنگو نا آراميو دعواي ميليشيايو قومي لناو چكا هو كاري أم جنگو نا آراميان بوتا هوي أوي كزيات اللي هشتاو يك هزار لا خلقي عراق أوري تركيا بيتنها لا تركيا بفي أوداع تاني كتائسة بدستي إما قشتوا جغلوا يزيات اللي مليون نيوير لخلقي عراق لنا خويا ببوني أمشار ونا آرامي وآوى ربوة لكردوستانا تنها لشن لششمان جرى بردوا زيات اللي ينزه هزار لقنجو خيزان ريان لا ولاتاني دراوسيا كردوا بهدفي قيشتن بولاتي أوروبا